السلام عليكم أعزائي التلاميذ في الدروس الإلكترونية لمدارس السنديباد الأهلية مادة العلوم للصف الأول الابتدائي. حبايبي الحلوين، وصلنا بالدرس السابق إلى كيف يحدث الصوت صفحة 156. عرفنا كيف يحدث الصوت وقلنا عندما يقرأ الطبول يهتز غشاءه ويصدر صوتا، وعرفنا أن الصوت ينتج من اهتزاز الشيء. إذا منين ينتج الصوت؟ من اهتزاز الشيء، وقلنا إذا توقف عن الاهتزاز راح يتوقف الصوت. عرفنا الاهتزاز وقلنا هو حركة الشيء إلى الأمام والخلف. الاهتزاز، نردد مرة أخرى وياي يا حبايبي الحلوين حتى نحفظ، الاهتزاز هو حركة الشيء إلى الأمام والخلف. الاهتزاز هو حركة الشيء إلى الأمام والخلف. حبايبي الحلوين، عرفنا أن الصوت المنخفض نتيجة شنو؟ نتيجة الاهتزاز البطيء. إذا من يكون الاهتزاز بطيء النتيجة يكون صوت منخفض، أما إذا كان الصوت عالي فهو ينتج عنا الاهتزاز السريع. من يكون الاهتزاز سريع رح يكون الصوت عالي. هسه حبايبي الحلوين رح ننتقل إلى صفحة 157. صفحة 157 رح ناخذ اقرأ الصورة. عندي هنا الصور أمامي. ما الأشياء التي تصدر صوتاً؟ شنو الأشياء اللي تصدر صوتاً؟ عندي أولاً الراديو. الراديو من الشغلة يصدر أصوات، لو ما يصدر أصوات نسمع صوت، لو ما نسمع نعم نسمع صوت، إذن يصدر صوتاً. إذن الراديو يصدر صوتاً. عندي الضوء، من الشغل الضوء نسمع أصوات، لو ما نسمع أصوات لا ما نسمع أصوات، إذن لا يصدر صوتاً. الضوء لا يصدر صوتاً. الراديو يصدر صوتا. زين، هاي الآلة الموسيقية، هذه حبايبي الآلة الموسيقية اسمها العود. العود يصدر صوتا أو ما يصدر صوتا؟ نعم يصدر صوتا. شو يصدر صوتا؟ عن طريق هذه الأوتار الصوتية مالته حبايبي، من يعزفون على هذه الأوتار الصوتية عن طريق الآلة، الأوتار الصوتية يعزفوا بها راح تطلع أصوات. إذن العود يصدر صوتا، والطبل أيضا يصدر صوتا. إذن بالصور الموضحة أمامي، الراديو والآلة الموسيقية العود والطبل، هم هاي الثلاث أشياء اللي تصدر صوتا. أفكر وأجيب، كيف يحدث الصوت العالي؟ هسه حبايبي راجعناها أنا وياكم اللي أخذناها بالدرس السابق، وقلنا هسه شلون يحدث الصوت العالي؟ نتيجة شنو؟ نتيجة الاهتزاز السريع. إذا يحدث الصوت العالي نتيجة الاهتزاز السريع. وإذا قلنا إذا صوت عالي أكو اهتزاز سريع، بس إذا صوت بطيء صوت منخفض إذا الاهتزاز يكون بطيء. الصوت المنخفض نتيجة الاهتزاز البطيء، أما الصوت العالي يكون نتيجة الاهتزاز السريع. عندنا حبايبي الحلوين مراجعة الدرس. أولاً، ما أشكال الطاقة التي تساعدني في التعرف على الأشياء؟ أول شيء إحنا عرفنا الطاقة وعرفنا أشكال الطاقة، وعندنا أربع أشكال الطاقة اللي هي الضوء، الصوت، الحرارة، الكهرباء. أربع أشكال للطاقة: الضوء، الصوت، الحرارة، والكهرباء. هسه هو هنا يريد من عندي، يريد الأشكال اللي تساعدني بالتعرف على الأشياء. عندي الضوء والصوت من أشكال الطاقة اللي تساعدني على التعرف على الأشياء، وقلنا بالضوء يمكنني من رؤية الأشياء. أما الصوت اللي أخذناه وقلنا إحنا نقدر نشوفه، للصوت لو نسمعه لا نقدر نسمعه. قلت لكم وضربت لكم مثال، هسه إحنا أنا وياكم من دا أحكي، هسه أنا وياكم دا نتواصل عن طريق الصوت، بس أنتم ما دا تشوفوني دا تسمعوني، وقلنا عن طريق يا حاسة نسمع، عن طريق حاسة سمع. إذن الأشكال الطاقة اللي تساعدني بالتعرف على الأشياء هي أولاً الضوء، ثانياً الصوت. النقطة الثانية عندي، أرسم دائرة حول الشيء الذي يعطي ضوء. حبايبي الحلوين يريد من عندي أحط دائرة على الأشياء اللي تنطيني ضوء. أول صورة عندي أمامي هي صورة الضوء، تنطيني ضوء طبعاً، فإذن أحط عليها دائرة. أما الجرس ينطيني ضوء لا ما ينطيني ضوء؟ لا ما ينطيني ضوء، فإذا ما أحط عليه دائرة، لأنه هو قايل لي أرسم دائرة حول الشيء الذي يعطي ضوء فقط، يعني بس اللي يريد ينطيني ضوء ما يريد اللي ينطي صوت.
فاذا الجرس يعطيني الصوت ما يعطيني ضوء. وهنا عندي المصباح اليدوي ينطيني ضوء، اذا احط عليه دائره. الكرسي ما ينطيني ضوء، فاذا ما احط عليه دائره. نستنتج اذا الصوره الاولى احط عليها دائره، والصوره الثالثه اللي هي الضوء هذا عندي امامي والمصباح اليدوي. ننتقل حبايب الحلوين الى الصفحه 158. صفحة 158 تتحدث عن السخانات الشمسية. الطاقة تجعل الأشياء تعمل، وقد تكون في صورة ضوء أو حرارة أو صوت أو كهرباء. لو نظرت حولي سأجد الطاقة جزءا لا يتجزأ من حياتي. كيف تساعدني الطاقة للحصول على الماء الساخن؟ إذا عرفنا إحنا الطاقة، وهي الطاقة اللي تخلي الأشياء تعمل قلنا، وتكون بصورة يا أما ضوء اللي هي أشكال الطاقة، ضوء أو حرارة أو صوت أو كهرباء. ورح نعرف أنه هي الطاقة جزء ما يتجزأ من حياتنا وموجودة في كل شيء بتفاصيل حياتنا. كيف تساعدني الطاقة للحصول على الماء الساخن؟ تركب على أسطح المنازل سخانات شمسية. أكو سخانات يسموها سخانات شمسية، هذه السخانات الشمسية أكيد تعتمد على الطاقة الشمسية. رح نعرف شلون تصير الماء الساخن بهذه السخانات الشمسية. تركب على أسطح المنازل سخانات شمسية. منين تتكون؟ من صناديق معزولة. إذا هذه السخانات تكون من صناديق، تتكون من صناديق معزولة. بيش مغطات؟ مغطات بالزجاج. يوجد شنو داخل هذه الصناديق؟ يوجد داخلها ألواح، تكون هذه الألواح سوداء. داخل هذه الصناديق المغطاة بالزجاج أكو ألواح، تكون هذه الألواح سوداء. إيش تحتوي على أنابيب؟ هذه الأنابيب يمر من خلالها الماء. إذا هذه الأنابيب راح يمر الماء من خلالها، هذه الألواح السوداء راح تمتص الحرارة منين؟ من اسمها سخانات شمسية. منين تمتص الحرارة؟ من أشعة الشمس، وتنقلها إلى الماء فيسخن الماء، ويخزن الماء الساخن في خزانات خاصة توصل مع شبكة مياه المنزل. إذن عرفنا أنه تركب على أسطح المنازل السخانات الشمسية اللي تعتمد طبعا على الطاقة الشمسية حتى يسخن الماء. شلون تعتمد على الطاقة الشمسية؟ تتكون من صناديق، تكون هذه الصناديق معزولة. وبيش مغطات؟ قلنا مغطات بالزجاج. وشنو داخلها؟ داخلها ألواح سوداء. هذه الألواح تحتوي على أنابيب يمر الماء من خلالها. تمتص الألواح الحرارة. منين تمتص الحرارة؟ من أشعة الشمس، وتنقلها إلى الماء فيسخن، ويخزن الماء الساخن في خزانات خاصة توصل مع شبكة مياه